مشاهدينا، وللوقوف على الأزمة السياسية المتصاعدة في تونس مع انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي الأستاذ زياد بومخلا. مساء الخير عليكم. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا. أهلا بكم. انعقد برلمان قيس سعيد في أولى جلساته، هل من شرعية حقيقية للبرلمان الذي صوت عليه 6% فقط من الشعب التونسي؟ هذا البرلمان هو نتاج انقلاب 25 يوليو 21، وهو برلمان فاقد للشرعية لاعتبارات مختلفة، باعتبار أنه حجم المشاركة التي أفضت إلى هذا البرلمان هي الأهزل في تاريخ تونس وفي تاريخ حتى العالم الحديث. ثانيا، هذا البرلمان فاقد للشرعية باعتباره أنه يؤشر لاستمرار هذا الانقلاب ويعطي نفس لهذا الانقلاب بعدما كان معزولا، يعني سياسيا ودوليا واقليميا كما ذكر تقريركم. بالتالي هذا البرلمان خالي الصلاحيه، خالي من كل الصلاحيات، لانه الرئيس قيس سعيد اسس لنظام رئاسه واستحوذ فيه على كل السلطات وشرعنا لكل ما يمكن ان يدخل ضمن يعني اختصاصات البرلمان. هو قبيل هذا البرلمان بايام يعني اصدر مجمل المراسيم التي تنظم العمليه الانتخابيه في المجالس البلديه والمجالس المحليه ومجلس الاقاليم والجهات، ثم في يوم انعقاد البرلمان بالذات احد النواب بعد يعني ما ادى القسم تم اختطافه من داخل قبه البرلمان واعتقاله بتهم يعني في قضيه جزائيه، في رساله واضحه من قيس سعيد انه من يخول لنفسه ان يخرج عن بيت الطاعه فمصيره مصير هذا النائب الجديد رغم انه ياتي ضمن برلمان الانقلاب. طيب، إذا كان الرئيس قيس سعيد يرى أن البرلمان شرعي، فلماذا يمنع الصحفيون اليوم من متابعة أولى جلساته من داخل قاعة البرلمان؟ هذه سياسة كل الانقلابات، وباعتبار أنها تخاف مواجهة الصحافة حتى لو كانت صحافة وإعلام تابع، فضلا أنه بعض القنوات والصحف والإعلاميين التونسيين خرجوا عن طاعة هذا الانقلاب. هذا أولا. ثانيا، قيس سعيد يعرف أنه هذا البرلمان مليء بالآفات ومليء بالشخصيات التي قد تثير اشمئزاز التونسيين، فهو لا يريد أن يخضع تحت هذا الموضوع. ثالثا، وهو الأهم، قيس سعيد أصلا هو كرئيس يقاطع الإعلام المحلي في قصر قرطاج ويرفض منذ وصوله إلى قصر قرطاج رغم وعوده قبل وصوله إلى قصر قرطاج أنه سيكون مفتوح على الإعلام، ويقاطع كل الإعلاميين، لا يجري بتصريحات إلى الإعلام التونسي، يعني يستمر في إصدار مواقفه من خلال صفحته الرسمية فحسب، وبالتالي هو واضح في هذه السياسة، لا يريد إعلاما إلا الإعلام الذي يتحكم فيه هو بشكل مباشر، وفي هذا السياق يأتي منع الإعلاميين من مواكبة أول جلسة لبرلمان الانقلاب. طيب، برلمان من المفترض أنه يمثل الشعب، ينعقد في ظل اعتقالات شملت كل أطياف الشعب التونسي، ماذا يريد الرئيس قيس سعيد اليوم من اعتقال كل أطياف المجتمع التونسي؟ قيس سعيد يريد أن يسمع صوتا واحدا، وهو صوت المديح وصوت الموافقة على كل قراراته، يضيق ذرعا بكل صوت مخالف، وبالتالي هو حريص على أن يميت أي محاولة للمقاومة السلمية في الشارع السياسي الواسع، وهو يعرف جيدا أن أي طرف سياسي يحمل مقاربة سياسية يمثل خطرا بالنسبة إليه، باعتبار أنه مشروع المقابلة أي مشروع قيس سعيد مشروع شعبوي فارغ مفضوح متهافت، وبالتالي وجود سياسيين يحملون مشروعا معارضا هذا يمثل قلق بشكل عام، وبالتالي هذا هو سلوك، وفي المحصلة هذا سلوك كل الأنظمة الانقلابية. طيب أستاذ زياد، يعني كيف يمكن أن ينتظر أو يسمع هذا الصوت الموافق لكل سياساته وتونس اليوم تعيش واقع اقتصادي سيء ومتردي مع واقع أمني عاد وحشي من جديد؟ وقلت أنه يراهن على هذا طبعا، ويراهن على سياسة الإلهاء. قيس سعيد في المرحلة السابقة اشتغل بشكل كبير جدا ومع غرفة الانقلاب على سياسة الإلهاء باختلاق الأزمات، بإبعاد الشارع التونسي عن قضاياه الأساسية باتجاه قضايا ثانوية، بمحاولة كل مرة خلق عدو وإن كان وهميا، ويعني تصوير أنه في حالة حرب
يعني سماها حرب المقدس الوطنية ضد الفساد وضد الفاسدين، وبالتالي هو يحاول باستمرار هذه الاشتغال والاستثمار في هذه السياسة، ولكن هذا لن يدوم معه طويلا. كما ذكرت هناك وضع اجتماعي واقتصادي خانق، السيد سعيد لا يمتلك أي حلول لهذا الوضع، وبالتالي لا شك أنه في لحظة من اللحظات سينفجر هذا اللوم في وجهه. ولا شك أن الشعب التونسي برغم ما يبدو الآن من حالة استكانة إلا أنه في العمق غير راضي بما آلت إليه أوضاع البلاد، ولا شك أنه في وقت قريب سيتحرك من أجل استرداد حريته وخاصة استرداد حقوقه الاجتماعية والاقتصادية. وكما أفاق وغال وقاد على الانتخابات في الفترة الماضية، أكيد أنه في المرحلة القادمة سيتحرك من أجل أن يكون في الموعد ومن أجل أن يعيد العافية والحيوية للديمقراطية التونسية، لكن هذا مرتبط بشرط أساسي وهو أن النخبة والطبقة السياسية والمعارضة السياسية تطرح مشروعا لإنقاذ البلاد. هذا لم يحصل إلى حد الآن. المعارضة السياسية محصورة في البعد الحقوقي والدفاع عن المساجين، يجب أن تنتقل مرحلة متقدمة في طرح مشروع سياسي وأن تجتمع على هذا المشروع السياسي المعارضة كذلك مجالات مشتتة، وحتى تجتمع سيكون هذا شرطا أساسيا لتجميع الشارع الواسع معها في مقارعة هذا الانقلاب. طيب ما مدى قدرة قيس سعيد على الاستمرار في ظل رفض كل التيارات السياسية والشعبية لسياساته الاقتصادية والاجتماعية والتي تحولت إلى اعتقالات لكل شخص مخالف؟ استمرار قيس سعيد مرتبط بقضايا أخرى أكثر تأثيرا. المسألة الأولى هو دعم المؤسسات الصلبة ومؤسسات الدولة له، وهو يحظى بهذا الدعم إلى حد الآن، وهو دعم مهم وأساسي يتنفس منه قيس سعيد ويواصل به يعني هذا الانقلاب. المسألة الثالثة هو الدعم الإقليمي والدولي. يعني رغم ما ذكره تقريركم من أنه هناك بيانات من الأمم المتحدة وغيرها من القوى الدولية الرافضة لهذا الانقلاب، ولكن على الأرض نحن نلمس خلاف ذلك تماما. هناك دعم مستمر، هناك قبول وإن كان غير كامل على سياسات قيس سعيد، ولكن بالنهاية هذا بالمحصلة دعم. وبالتالي هذه الأطراف الدولية هي يعني غير آبها بقصة الديمقراطية، هي تريد فقط تشريط تحسين شروط التفاوض مع هذا الانقلاب حتى يستكين إلى شروطها وخياراتها ومصالحها. فبالمحصلة هذين الشرطين أساسيين في المعادلة. المسألة الثالثة التي ذكرتم الشعب، كما قلت هذا مرتبط بدور النخبة السياسية وقدرتها على ردم الهوة التي بينها وبين الشارع، باعتبار أنها عاشت في المرحلة السابقة حالة من عدم الثقة من الشارع التونسي، تحتاج أن تراجع بعض حساباتها وأن تعيد بناء الثقة مع الشارع. وفي تقديري إذا حصل هذا في الوقت اللاحق سيتم ما هو مطلوب على مستوى يعني مقاومة هذا الانقلاب وإسقاطه. كما استمعنا في التقرير أن معهد واشنطن يقول أن الرئيس سعيد يستخدم أجهزة مكافحة الإرهاب في مواجهة المعارضين، كذلك موقع ميدل إيستاي البريطاني يقول أن الديمقراطية في تونس غدت في خطر إذا كانت التقارير الغربية تضع تونس تحت المجهر وتقيم الحالة الديمقراطية فيها. من أين يستحصل على كل هذا الدعم والتمسك بالسلطة؟ كما قلت هذه البيانات هي أقرب للاستهلاك ولي يعني الضرورة الدبلوماسية ليس أكثر. على الأرض نحن هناك دعم مستمر يأتي من الاتحاد الأوروبي إلى اليوم للدولة التونسية آخره خلال الأشهر القليلة الماضية، هناك استمرار لمد قيس سعيد المساعدات الأمريكية، هناك حديث عن أنه قريبا سيتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمقتضاه ستتمتع تونس بالقرض الأول من يعني القرض المبرمج مع بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالتالي الحقيقة حقيقة الموقف الأوروبي والغربي والدولي بشكل عام هو أقرب للدعم. كما قلت هذا من باب فقط هذه الملاحظات أو هذه البيانات هي من باب مزيد فرض يعني مزيد من فرض الشروط على قيس سعيد، باعتبار أنهم يعرفون أنه ضعيف ويحتاجوا إلى دعمهم، فهي فرصة بالنسبة لهم لمزيد تثبيت مصالحهم في المرحلة القادمة. من إسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي الأستاذ زياد بومخلا، شكرا جزيلا لكم.